النادي الاهلي بيواصل سلسله اللا فوز للمباراه الثالثه على التوالي بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في مباراه كانت نهايتها مثيره للغايه. سيراميكا قدر ان هو يخطف هدف على يعني عكس مجريات المباراه، دفاع طول المباراه قدر ان هو يخطف من هجمه مرتده كالعاده. شفنا السيناريو ده كتير مع النادي الاهلي خلال الموسم اللي فات او خلال الموسم ده، وقدر باسم مرسي البديل يجيب هدف في الدقيقه 86 قبل ما النادي الاهلي يتعادل من ركله جزاء في الدقيقه 98. موسيماني للمباراة التالتة على التوالي بيفشل في قيادة النادي الأهلي للانتصار في الدوري، عشان خلاص كده واضح ان يعني عدد النقاط المفقودة بتقترب من عدد النقاط المفقودة لنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده 38 نقطة من 16 مباراة، النادي الأهلي عنده 33 نقطة من 14 مباراة، عنده مباراتين مؤجلتين إذا كسبهم يبقى فارق ما بينه بس وبين نادي الزمالك نقطة وحيدة، بعد ما كان الفارق وصل يعني عدد النقاط المفقودة لأكثر من 8 نقاط. طيب في اللايف اللي قبل المباراة اتكلمنا وقلنا ان الكابتن هيثم شعبان هيلعب اكيد بطريقة اقرب الى 5-4-1 وهيحط ستارتين قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي النهاردة كان عنده غيابات في نص الملعب بسبب غياب عمرو السولية وغياب اليو ديانج، ولعب بطريقة اقرب من 4-1-4-1، وحمدي فتحي فعلا امانه كان عمل مجهود خرافي لوحده في نص الملعب، وكان واضح عليه طبعا الاصابه في نهايه المباراه ما كانش قادر يعني يتحرك فعليا، يعني خلاص كان بيزق خلاص فعلا. حمدي فتحي اصلا لعب المباراه دي وهو مش كامل لياقته البدنيه. طيب ظروف الاهلي صعبه في خط الوسط، وبيتسو موسيماني اختار ان هو يحط 4 على لاين واحد، طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وقفشه ولويس ميكيسون، ويحط في الامام محمد شريف، وكان واضح ان في بعض الواجبات لصلاح محسن ان هو يضم جنب محمد شريف عشان يكون معاه ثنائيه هجوميه. الشوط الاول واحد برضو من اكثر الاشواط مللا من النادي الاهلي، بسبب ايه؟ ببساطه بسبب ان حامل الكره ما عندوش اوبشن تمرير. النادي الاهلي لعبه واضح، بيلعب ببيلدنج اب، بيحضر من عند المساكين ومن عند محمد الشناوي، الجناحين اول ما الكره تبقى ورا بيفتحوا على الاطراف، والمفروض كنا بنتعود على ان في ثلاثه في خط الوسط بينزلوا يستلموا ويدوا اوبشنز تمرير. تخيلوا الشوط الاول ببص كده مع يعني كوره مع محمد عبد المنعم او مع ايمن اشرف، وكان كتير مع ايمن اشرف يعني بداعي ان هو مهاره التمرير عنده اعلى من محمد عبد المنعم، ما بلاقيش ان ايمن اشرف هيبرر الكره لمين. في فجوه وفي مساحات بعيده جدا جدا ما بين اللعيبه، والوحيد طبعا اللي كان مكلف واضح باستلام الكره هو محمد مجدي قفشه، اللي كان طبعا عنده رقابه شديده مان تو مان من لعيبه سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي لو ما قدرش يمرر الكره لمجدي قفشه على طول كنا نلجا لايه؟ نلجا للكرات الطوليه اللي كانت بتمثل سهولة لمدافعي نادي سيراميكا كليوباترا، وما تخليهمش عندهم أي أزمة في يعني تطفيش الكرات الطولية اللي جاية من عند النادي الأهلي. نادي سيراميكا قدر إن هو يجبر النادي الأهلي على إرسال الكرات الطولية تقريبا في 35 دقيقة من إجمالي الشوط الأول. حتى لما أقعد أفتكر معاكم كده، النادي الاهلي هل سنحت له اي فرصه خطيره على مرمى عامر في الشوط الاول؟ الاجابه هتكون لا، مفيش فرص خطيره سنحت للنادي الاهلي. ربما كوره وحيده، كوره عرضيه جت من الجبهه اليمنى، طاهر محمد طاهر حاول يحطها بالكعب كده على يعني طريقه كريستيانو رونالدو، بس طبعا كانت صعبه جدا، الكوره كانت بعيده. هي دي اعتقد الفرصه الوحيده. النادي الاهلي فضل واقع في كماشه نادي سيراميكا في الشوط الاول زي ما الكابتن هيثم شعبان عايز بالظبط، فجوات في المساحات ما بين اللاعبين، طيران محمد هاني وطيران محمود وحيد من الجبهه اليسرى والجبهه اليمنى ما فاتش النادي الاهلي خالص، كان في زحمه في نص الملعب النادي الاهلي ساعد فيها بالانتشار السيء، ما حدش بيظهر، الاثنين المساكين طبيعي واقفين صح طول الوقت، لان كابتن هيثم شعبان الشوط الاول ودى شريف دابو القوي بدنيا على الطرف ولعب بيه مهاجم
وهمي هو محمد ابراهيم. وكان مهمه محمد ابراهيم في نص الملعب انه ياخد الكوره ويحاول على قد ما يقدر يخفف الضغط من على دفاعه. طرق كلاسيكيه، طرق واضحه عاديه جدا. يعني الكابتن حسن شعبان لعب زي ما كتاب الكوره بيقول، الكتاب البدائي كمان مش كتاب متطور، يعني لعب الكوره العاديه قوي قوي. النادي الاهلي ما استغلش حتى الحاله بتاعت سيراميكا كليوباترا ان هم جايين من مباراه بيراميدز منهكين بدنيا، كان واضح جدا جدا لعيبه سيراميكا تعبانين، واضحه قوي ان هم كانوا لسه لاعبين مباراه كبيره قدام نادي بيراميدز اللي فازوا فيها 1-0، وفضل يلعب اللعب التقليدي، نلعب كرات الطوليه اللي انا قلت عليها او حد من الجناحين الطايرين يوصل لغايه ما قبل منطقه الجزاء ويرمي الكره العرضيه. في ثلاثه مساكين في دفاع نادي سيراميكا كليوباترا، بيخش معاهم محمد شريف، وبيخش معاهم في اوقات كتيره صلاح محسن او طاهر محمد طاهر، لكن كانت بتبقى دايما الغلبه لصالح مدافعين سيراميكا كليوباترا. عشان كده اول 45 دقيقه مفيش كوره، مفيش فرص على المرميين، مفيش اي تهديدات، مفيش كوره حلوه بصراحه. ما حسيناش بالشوط ده، شوط كان تقليدي جدا وانتهى. كعاده بيتسو موسيماني واضح ان الفرقه بتضغط الشوط الثاني، وبيبدا يعمل التغييرات الى حد ما، بتبقى تغييرات يعني زياده الفاعليه بس، اسماء فقط، ما بنشوفش تغيير تكتيكي داخل الملعب. مع بدايه الشوط الثاني نزل بيرسي تاو مكان صلاح محسن، وبدات الخطه تتقلب لما يشبه ال 4-4-1-1، وبدا يقول لبيرسي تاو انا عايزك انت تلعب تحت محمد شريف وتنضم له لداخل منطقه الجزاء وتلعب في المساحه دي. بيرسي تاو في اول 5 دقائق مع لويس ميكيسون قدروا ان هم يعملوا 1-2، وعملوا كام كوره كويسه. هرب بيرسي تاو في المساحه اللي ما بين الفول باك بتاع نادي سيراميكا وما بين المساك، وخطف كوره شوطه انما يعني علت فوق المرمى وما جاتش على حد، ما جاتش بين الثلاث خشبات، بس كانت محاوله تحس ان فيها شكل يعني تكتيكي او حاجه متقاله من مدير فني، وبيرسي تاو نازل عشان اتعملت مره واحده مع بدايه الشوط الثاني. بمرور الوقت بدا نادي سيراميكا كليوباترا الاداء البدني ينزل، فبدا كل ما الاداء البدني ينزل يعملوا بقى يرجعوا يعملوا زون ديفنس اكتر. خلاص اللعيبه فعلا مش قادره تجري، وهي فعلا عايزين يقفلوا عمق الملعب على النادي الاهلي. احنا عايزين نزق الاهلي على الاطراف ليه؟ عشان نجبره يلعب الكرات العرضيه. والنادي الاهلي ولا بدنيا ولا حركيا ولا اي شيء، مفيش اي اختلاف في اسلوب اللعب على الشوط الاول، هي بس فرصه بيرسي تاو في بدايه الشوط الثاني ما بين الفول باك وبين المساك، وبقيه اللعب كله كرات عرضيه، لا اما الثلاث مدافعين ثلاث مساكين بيطفشوهم، لا اما الكره بتروح لعامل عامل، الا الكره بتخرج خارج المرمى. مفيش اي تهديد على مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، ومفيش حس كده، مفيش شراسه هجوميه، متحسش ان النادي الاهلي بيدور الكوره زي كره اليد ومخلي سيراميكا تحت الضغط، لا خالص، الكرات بتتلعب بشكل تقليدي جدا، تروح على الطرف وهوب. طيب طبيعي الدقائق بتمر، وصلنا للدقيقه 65، طبيعي اي حد هيفكر في الشكل اللي احنا شايفينه ده، سيراميكا بيلعب بخمسه في الخلف وتكتل دفاع شديد، والنادي الاهلي بيلعب بمهاجم طويل شويه ومحمد شريف، ومهاجم تحتيه قصير شويه بس سريع بيرسي تاو، انا هتبدا تفكر تقول اوكي بالوضع اللي احنا شايفينه ده، يبقى انا النهارده احول الطريقه واحط 2 مهاجمين طوال داخل منطقه الجزاء عشان العب كرات عرضيه، لان كده بعد مرور 70 دقيقه هبقى بلعب ضد حاجتين، بلعب ضد الوقت بيروح مني، وبلعب اصلا ضد النتيجه اللي هي 0-0، ده التعادل ده ما يفيدنيش، لان انا كفريق عايز اخد البطوله محتاج ان انا اكسب. فجاه بيفاجئنا بيتسو موسيماني بتغييره غريبه جدا، واحده من اغرب التغييرات اللي انا شفتها للنادي الاهلي في العشر سنين الاخيره بكل امانه والله، تغييره انا فعلا ما فهمتهاش. سحب محمد شريف المهاجم الصريح بتاعه ونزل محمد محمود. محمد محمود لاعب اجرى جراحتين قويتين جدا جدا خلال الفتره الاخيره، رجع مع بطوله الرابطه التنشيطيه اللي كانت معموله للفرق، يعني النادي الاهلي خاضها باللعيبه الناشئين،
وكان وزنه زايد. من ساعة مباراة الرابطة دي ما شفناش محمد محمود في أي مباراة رسمية مع النادي الأهلي، ما شفناهوش ولا ماتش رسمي. بيتسو موسيماني بيلجأ لمحمد محمود في العشرين دقيقة الأخيرة وبينزله إيه؟ بينزله يلعب جنب بيرسي تاو جوه منطقة الجزاء عشان يستقبل الكرات العرضية. أنا بتفرج بصراحة على الشاشة ما فهمتش، فعليا ما فهمتش. محمد محمود ببص على البروفايل بتاعه طوله كام؟ طوله 167 سنتي. بتنزله، بتنزل لاعب قصير عشان ينط مع تلات لعيبة، أقصر واحد فيهم، أقصر واحد في دفاع سيراميكا كيلوباترا هنلاقيه 184 سنتي أو 185 سنتي، 167 سنتي. وبيرسي تاو أصب برضو لعيب مش طويل، يعني بيرسي تاو ممكن يبقى 172-173 سنتي. فإيه المنطق؟ إيه المنطق في إنك تنزل محمد محمود في العشرين دقيقة الأخيرة عشان تتلعب له كرات عرضية؟ إيه المنطق فيها فعلياً؟ يعني هنتكلم النادي الأهلي، بصوا يا جماعة النادي الأهلي مفنش بمين في نهاية المباراة؟ مجدي أفشة طوله ما يجيبش 180 سنتي، محمد محمود ولا حتى يجيب 175 سنتي، بيرسي تاو ما يجيبش 180 سنتي، حسين الشحات ما يجيبش برضو 180 سنتي، لويس ميكيسون مليون في المية ما يجيبش 170 سنتي. الخماسي دول بنتكلم ان احنا النادي الاهلي بيفنش بيهم مباراة وبيعتمد عليهم في الكرات العرضية. الوحيد اللي بعد عن اللعبة دي شوية حسين الشحات و لويس ميكيسون من يعني من على الاطراف، بعد ما هو مش بتاعته، كانوا بس بيخشوا منطقة الجزاء عشان يلموا الكرة التانية اذا لقوها. يعني تكتك غريب جدا 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 النادي الاهلي فنش بيه المباراة. والنادي الاهلي وانت بتتفرج هتلاقي ان كيمي بيتسو موسيماني اللي قالها في ماتش طلع الجيش قال لك ايه؟ قال لك لو فضلنا نلعب ساعه كمان كنا هنجيب اجوان. والنادي الاهلي النهارده برضه لو فضل يلعب ساعه كمان كان هيجيب اجوان. هو جاب الهدف منين؟ من خطا مدافع سيراميك كليوباترا احمد محسن اللي حط رجله في وش محمد محمود. فتاني قرارات فنيه غريبه في اخر ثلاث مباريات، بدايه مباراه المصري، من ساعه مباراه المصري حصل حاجه غريبه في مباراه الاهلي في الدوري، قرارات فنيه غريبه جدا بصراحه، ما تفهمش ايه منطقها، ما تفهمش هي مبنيه على ايه، ما بتفهمش ايه المبرر بتاعها. هل النادي الاهلي ما عندوش لعيبه في القائمه؟ لا، عنده قائمه النادي الاهلي السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت واقوى من السنه اللي قبليها. البدائل اللي عندك لعيب زي حسام حسن انت ما بتستخدموش، معانا بتلعب عرضيات كتير، بتلعب عرضيات كتير قوي، استخدموش ليه في مباراه زي دي؟ فضل على الدكه 90 دقيقه ليه؟ طب انت سبت لويس ميكيسون لعيب قصير في الملعب وانت بتلعب عرضيات، ما تقوليش سبته عشان هو يلعب العرضيه. لويس ميكيسون انت عندك مجدي اصلا اللعيبه كلها طول المباراه بتدور على مجدي قفشه في نص الملعب عشان تديله هو الكوره، او لكريم فؤاد او لمحمود وحيد من على الجبهه اليسرى. يعني في ثلاث لعيبه هم المتكفلين بلعب الكرات العرضيه. فتغييرات غريبه، النادي الاهلي ما عندوش شراسه هجوميه، مش بنتكلم على عقم تهديف ان النادي الاهلي في اخر ثلاث مباريات في الدوري احرز هدف واحد ومن ركله جزاء، لا مش دي الازمه كمان، لا الازمه الاكبر ان النادي الاهلي فعلا ملوش فرص خطيره. النادي الاهلي مش يعمل فرص على المنافسين في الدوري، مفيش فرص. 90 دقيقة النهارده حتى الشوط الثاني وصل للدقيقة 104 و103، مفيش فرص حقيقية على مرمى عامر، مفيش فرص، يعني تقول مثلا ايه فرصة أو فرصتين في الـ في الـ في الـ في 100 دقيقة كلها. ماتش الجيش نفس الأمر، ماتش المصري كان ولا أسوأ. فالنادي الأهلي بيواجه فترة سيئة جدا 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 على مستوى القرارات الفنية في الدوري بالشكل اللي الفريق ماشي بيه ده. أكيد يعني اي حد محلل ارقام ومحلل الرياضيات هيجي يقول لك لو احنا ماشيين يعني النادي الاهلي خلال 9 نقاط اخر 9 نقاط 3 مباريات 9 نقاط النادي الاهلي خد منه نقطتين. النادي الاهلي اضاع 7 نقاط كامله، اضاع 7 نقاط كامله في اخر 3 مباريات فقط، ولسه الدور الثاني ما بداش. النادي الاهلي اكيد طبعا عنده مباراه مهمه جدا قدام فاق الصيف في ذهاب سيمي فاينل دوري الابطال السبت الجاي، اكيد بنتمنى له التوفيق واكيد ونتمنى الفصل من البطولتين، لان بطوله الدوري لسه قدامها كتير. النادي الاهلي هيلعب السبت الجاي وهيلعب السبت اللي وراه مباراتين هامتين جدا 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 قدام وفاق الصيف الجزائري، ومفيش ماتشات دوري الفتره الجايه، فبالتالي كمان مباراه المؤجله هتزيد.
لكن اكيد النادي الاهلي محتاج ثوره فكريه فنيه في القرارات الفنيه للدوري. النادي الاهلي مبارياته في الدوري واسلوب ادارته لمباريات الدوري سيئه جدا. في بدايه الموسم ده الوضع كان افضل بكتير. ليه؟ لما كان الفريق بيلعب 3 4 3 وشرحتها لحضراتكم كتير قوي. انما في المباريات الاخيره النادي الاهلي فعلا عنده ازمه فنيه كبيره والقرارات ملهاش مبرر. فلازم ملف الدوري يتقفل دلوقتي في النادي الاهلي. وطبعا اكيد نتمنى النادي الاهلي التوفيق في بطوله دوري ابطال افريقيا يوم السبت الجاي اكيد قدام وفاق سطيف. لكن قبل ما انهي التحليل بتاعي لازم اشيد بالكابتن هيثم شعبان على اللي عمله في العشر دقايق الاخيرين. ليه؟ ببساطه الراجل في وسط اللي هو النادي الاهلي كان بيعمله ده عمل حركه لطيفه جدا نزل باسم مرسي. مش فكره مش ان هو نزل باسم مرسي، تغيير يعني طبيعيه. المدير الفني بينزل مهاجم في العشر دقايق الاخيره عشان يعني ياخد نظر المدافعين ويوقف اتنين ورا وكل ده. ده اوكي ده الطبيعي. انما ذكاء باسم مرسي انه ما وقفش دايما في عمق الملعب. ما وقفش في عمق الملعب، كان بيجري فين؟ كان بيجري ورا الجبهه اللي النادي الاهلي بيطيرها. وزي ما قلت لكم النادي الاهلي لما بيطير الفول باكس في طريقه بتعتمد على اربعه صعب قوي انه يدافع، صعب جدا. لكن لو ثلاثه ثابتين ورا بيقدروا. ما تخافش على الاهلي لو في ثلاثه ورا واقفين في الوقت الحالي. فباسم مرسي وهيثم شعبان واضح جدا هو قال له العب في الحته دي. ما تروحش هنا، هنا زحمه. هنا هتلاقي ياسر ابراهيم وايمن اشرف واقفين لك. لكن على الطرف هتلاقي مساحات. وبالفعل محمد ابراهيم لما خطف الكوره لعبها لباسم مرسي بيجري في المساحه دي. فنقطه فنيه تكتيكيه كنت حابب اشيد بيها للكابتن هيثم شعبان. واكيد بكل حقيقه بصراحه ما كانش ينفع يخرج النهارده خسران خالص من المباراه دي، وفرقته قدمت مباراه كويسه والفريق بيقدر ياخد 4 نقاط. ومن مين؟ بياخد 3 نقاط من بيراميدز الاسبوع اللي فات، وبياخد نقطه من الاهلي النهارده عشان ياخد 4 نقاط من الوصيف ومن صاحب المركز الثالث. اكيد نتائج مهمه لسيراميكا في الوقت الحالي. ده كان تحليلنا النهارده من مباراه سيراميكا والاهلي. بنتمنى اكيد توفيق للنادي الاهلي في مباراه وفاق سطيف يوم السبت الجاي، وان شاء الله يتم الفصل ما بين الملفين. وبعد بقى نهايه المباراتين بتوع دوري الابطال نرجع بقى نشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في مشواره السنه دي مع درع الدوري الممتاز. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.